خلال 25 سنة وبفضل حكمة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسخ المغرب وحدته الترابية وعزز حقوقه التاريخية المشروعة في أقاليمه الجنوبية بالعمل الصادق في عدة واجهات: واجهة التنمية بتنفيذ مشاريع ضخمة مهيكلة لإنماء الأقاليم الجنوبية، وواجهة العلاقات الدولية بفضل قيادة جلالته لدبلوماسية حازمة ومقنعة، وأساساً في الواجهة الاستراتيجية والدفاعية، حيث تقف القوات المسلحة الملكية الباسلة سداً وحصناً منيعاً ضد كل محاولة للمس بالتراب والأمن الوطني، مواصلاً جلالته على هذا النحو منجز جده ووالده المنعمين قائد التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني مبدعي المسيرة الخضراء.